السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. الله يعطيك العافية. طيب خلينا المحاضرة الماضية خلصنا الجزء الخاص المحاضرة الماضية خلصنا الجزء الخاص بالديفرنشال إكويجن. طبعا أنا حكيت لكم إنه الإشي اللي غطيناه أو الجزء اللي غطيناه يعني هو الأشياء الأساسية اللي بتحتاجوا تعرفوها. تمام، وهي كانت يعني الفكرة من الجزء الخاص بالديفرنشال إكويجن هو بيسكلي نعمل ريفيو. تمام، فاليوم طبعا بدنا ندخل بالكور توبيك بالكورس اللي هو بار 2 which is concerned with modeling فأنا بدي احكي بشكل عام بالنسبه للماثيماتيكال مودلينج اللي هو النمذجه الرياضيه. هو يعني البروسيس اللي احنا بنحول فيه فيزيكال كيميكال اور اني اذر فينومينا بنحولها لماثيماتيكال موديل. تمام، لأن الماثماتيكال موديل it could be analytical اللي هو يعني basically y function of x مثلا temperature function of time. It could be purely empirical اللي هو يعني بالعادة مش كل يعني الفينومينا الظواهر الفيزيائية والكيميائية والهندسية بقدر أعبر عنها بنموذج رياضي، فعادة يعني في منها بضطر أستخدم اللي هي numerical data. فباخذ بيانات مثلا في عندنا ديبندنت فاريبل وديبندنت فاريبل، وهي اكثر يعني بدرسوها بالاحصاء بمجال الاحصاء وبنسميها ستاتستيكال موديلنج. احيانا بسموه ريجريشن بسموه اسماء ثانيه. وفي احيانا بكون عندنا سيمي امبيريكال يعني بكون في موديل رياضي وبدنا داتا مشان تفت فت. اذا صار ثلاث انواع، في عندنا بيور ماثماتيكال او اللي هو بنسميه الاناليتيكال، في عندنا بيور experimental اللي هو based on measured data ما في عندنا model، والنوع الثالث اللي هو جاي in between اللي هو semi experimental أو semi theoretical. هلا اللي راح نناقشه إحنا هون في مادة الموديلينج اللي هو فقط النوع الأول الماثماتيكال أو اللي بنسميه الأناليتيكال موديل. الأناليتيكال موديل اللي هو بيعتمد على التعبير الرياضي. خلينا إحنا مشان الفكرة تصير يعني مفهومة أكثر أو واضحة أكثر راح نبدأ بإكزامبل. راح نبدأ موديل ونحاول الموديل هذا نطوره لدرجات مختلفة من الكومبلكسيتي. لو شفنا مثلا هاي الموديل اللي شايفينه قدامكم هنا يمثل تانك اللي هو هيتد تانك. طبعا الهيتد تانك له أبليكيشنز كثير يعني ممتدة عندنا في الرياكتورز في الميكسرز في كثير من الابليكيشنز بالانجينيرينج بشكل عام الكيميكال انجينيرينج بشكل خاص. لاحظوا هو بتكون من تانك عادي ماشي، في عليه انلت ستريم اوتلت ستريم، وفي عندنا هيتنج اليمنت اللي هو بدخل يعني طبعا الهيتنج اليمنت اللي يعني اللي هو بسخن، ممكن هذا يكون مقاومة كهربائية ممكن يكون بخار مثلا سوبر هيتد ستيم ممكن يكون هواء سخن ممكن يكون مثلا هوت اويل. في طبعا يعني مش بالضروره دائما يكون هيتنج، لاحظوا احنا ممكن يكون عندنا كولينج يعني تكون زي مثلا الكولينج جاكيت نفس الفكره، فقط انه الفرق هون عندنا هيت از ادد بالكولينج هيت از ريموفد. تمام، وهذا فيري سمبل اكزامبل احنا راح نبدا فيه ونتعلم منه كيف نصيغ الماثماتيكال موديل بشكل صح ابتداء من الماتيريال والانرجي والمومنتم بالانس وانتهاء بالديفرنشال اكويجن اللي راح نحلها بناء على اللي تعلمناه سابقا. تمام، هلا طبعا احنا قبل ما نبلش بالمثال بدنا نفهم او نعمل شويه ريفيو للبيسك برنسبلز اللي تنبنى عليها المودلز.
خلينا نبدأ في الـ conservation equations. هلا الـ conservation equations اللي هي معادلات حفظ الكميات، سواء هاي الكميات material energy or momentum، يعني هذول الثلاث معادلات اللي عادة احنا والثلاث conservation equations اللي بنستخدمهم. هلا الماتيريال طبعا بتعرف الماتيريال بتشمل الماس، تشمل المول، يعني في عندنا ماس بالانس، وطبعا ماس بالانس في كمان ماس بالانس توتال ماس بالانس، في سبيشيز ماس بالانس العفو، وفي عندنا المول بالانس. يعني احنا بالرياكتيف سيستمز مثلا بالكيميكال رياكشنز نستخدم المولز اكثر، بتعرفوا ليش؟ بالغازات الغازز لانه الماس عاده ما بتكون فيري اكوريت، نستخدم المول بالانس. وبرضه عندنا في توتال مول بالانس، وفي عندنا توتال سبيشيز او كومبوننت مول بالانس. هلا الجنرال ستراكشر للكونزرفيشن ايكويشن اللي هي معادلات حفظ الكميات اللي هي بتعرفوها ال ان ماينس الاوت بلس الجنريشن ماينس الاكيوميليشن، اذا في عندنا ماينس الكونسومشن يساوي الاكيوميليشن. بهمني طبعا تفهموا كويس ايش الفرق بين كل حد والحد الثاني، لانه راح تشوفوا انه شغلنا احنا في الموديلينج بارت ماشي كله بيعتمد على تطبيقنا للكونزرفيشن ايكويشنز بشكل صحيح. طبعا جزء من تطبيق الكونزرفيشن ايكويشن انه انا اختار ايش هي الكونزرفيشن ايكويشن اللي بتفيدني، هل الماتيريال بالانس بتفيدني، واذا بنحكي عن الماتيريال بالانس هل هي الماس ولا المول، وإذا بنحكي عن الماس أو المول هل بدي التوتال أو بدي السبيشيز بالانس ولا بدي إياهم اثنين مثلا، ولا بدي مثلا ماتيريال عن انرجي بالانس ولا ماتيريال عن مومنتم بالانس. يعني كثير من الحالات بكون عندنا نحتاج نطبق أكثر من معادلة حسب إيش المطلوب. تمام، فالإن واضح اللي هو أي إشي بدخل على السيستم، والسيستم إحنا بنحدده عن طريق غلاف وهمي اسمه الباوندري كونديشن. تمام، والاوت اي شيء بيطلع منه. هلا الجينريشن اللي هو تير مرتبط دائما بالكيميكال رياكشنز، يعني اذا في عندنا سبيشيز بصير له استحداث او خلق، خلينا نقول ما بكون موجود هذا بدخل بالجينريشن. مثال مثلا التفاعل الكيميائي البسيط بين الكربون والاكسجين اللي هو بعطينا CO2 ماشي. هلا هذا التفاعل CO2 ما كان عندنا موجود اصلا بالرياكتنس بس طلع بال products، وبالتالي هذا بكون صار له generation. هلا ممكن الجينريشن تيرم هذا يكون ماينس بصير اسمه consumption ماشي، يعني الكربون مثلا كله ينتهي مثلا حسب مين الليميتنج رياكتنت اللي عندنا، هل هو الكربون ولا الاكسجين بالتفاعل هذا اللي بينتهي بصير له consumption ماشي، فهذا بنعطيه اشاره سالبه ماشي. لكن احنا generally بال material balance أو بال conservation equation generation بنحطه ما بنحطش consumption، يعني بنكتبش generation minus consumption، مع أنه ممكن يكونوا اثنين موجودات ترى، يعني يكون في إشي صار له generation وإشي صار له consumption لما بنحكي عن overall balance. طبعا accumulation اللي هو الترم المرتبط بأنه يصير في عندنا يعني الفوليوم داخل السيستم يزيد وبالتالي الماس تزيد او ما يزيد. الاكيوميليشن تيرم اللي هو مرتبط بالانستيد ستيت، يعني معظم الاحيان او كل الاحيان بلاش نقول معظم الاحيان، مرتبط بالانستيد ستيت. اذا كان السيستم عندنا انستيد ستيت بيكون الاكيوميليشن تيرم نون زيرو، نون زيرو. هلا الاكيوميليشن تيرم سهل ان نعرف لما يكون عندنا ماتيريال بالانس، سهل ان نفهم اذا في عندنا اكيوميليشن او ما في اكيوميليشن. هلا بالانرجي بالانس بتكون العمليه شويه يعني more tricky. فأنا راح نشوف يعني إمتى إحنا بالenergy balance إمتى accumulation term نعتبره صفر وإمتى نعتبره non-zero ماشي، وعلى أي أساس. طبعاً إحنا momentum balance اللي هو basically the fluid flow راح نستخدمه يعني مش كثير، يعني إحنا معظم applications راح تكون material or energy balance، some applications راح تكون momentum balance بس هو still موجود. طيب هلا لو اخذنا بالتفصيل مثلا conservation of total mass المعادله هاي ماشي، اللي هو بعطينا طبعا for non reactive system for non reactive systems، لانه reactive systems قلنا بنضيف التيرم تبع
الرياكشن ماشي، بيكون الماس ان ماينس الماس اوت توتال طبعا يساوي الاكيوميليشن. هلا اذا كان ستيدي ستيت، اذا كان ستيدي ستيت يعني ما بتغير مع التايم ماشي. وهلا بدكم تفهموا شغله راح نحكي عنها ليتر ومهم انكم تفهموها بشكل دقيق. في شيء اسمه ان ستيدي ستيت وفي شيء اسمه نون يونيفورم فلو ماشي. يعني في ان ستيدي ستيت فلو، في عندنا نون يونيفورم فلو، هذول تو ديفرنت فورمز. هلا بجوز يعني ما تعرضت لهم كثير بس هنا مهم جدا نفهم الفرق بيناتهم تمام، وراح نحكي عنها بالتفصيل اكثر. يعني الستيدي ستيت دائما مرتبط بالاكيوميليشن اور ريدكشن وذ تايم، النون يونيفورم ستيت مرتبطه بالاكيوميليشن او ريدكشن او الفاريشن بشكل عام وذ ريسبكت تو لوكيشن. اذا لاحظوا بالنون يونيفورم بنحكي عن لوكيشن، من لوكيشن لو لوكيشن بتغير الفلو مثلا هذا بنسميه نون يونيفورم تمام. انا ستيدي له علاقه بالتايم من زمن لزمن، يعني من اللحظه الان لبعد خمس دقائق مثلا بتغير الفلو، هذا بنسميه ان ستيدي ستيت تمام. طبعا الكونزرفيشن موليكولر سبيشيز، قلنا الموليكولر سبيشيز اللي هي ممكن تكون الاتومز، يعني احنا الاتومز ما بنستخدمها هون صراحه، بنستخدم المولد اكثر. وفي بس الاتومز يعني زي ما بتعرفوا اخذته بالكورسات الانترودكتوري. Species in minus species out plus generation، إذا كان في عندها reaction يساوي accumulation، يعني هي زي الماس mass balance بس إنه هنا بالمول بالمولات. وبحالة الكو يكون عندنا steady state، steady state طبعا الterm تبع accumulation بيكون صفر. طبعا هاي يعني مرة عليكم مناش احنا نظلنا نعيد ونزيد. هلا الانرجي equation conservation of energy، الانرجي in minus الانرجي out بلس الانرجي جنريشن يساوي الانرجي اكيوميليشن. برضه اذا كان ستيدي ستيت بكون الانرجي اكيوميليشن يساوي زيرو. هلا اذا ما في عندنا رياكشن كمان هون الانرجي جنريشن او كونسمشن يساوي زيرو. فبدنا نفهم متى نطبق هذول المعادلات. راح تشوفوا احنا يعني 80% من الموديل بيلدينج 80% بيعتمد على هذول المعادلات اللي شفتوهم ماشي. هلا بضل 20% بدنا مثلا نستخدم الايديال جاز لو sometimes، أحيانا نستخدم مثلا بويلز لو، أحيانا نستخدم الباسكالز لو ماشي. ففي عندنا أذر البرنولي إكويجن مثلا تمام. ففي عندنا سبورتيف إكويجنز، ولكن معظم المودلز إحنا نبنيها أساسا من بشكل رئيسي من هذولا الإكويجنز ماشي. هلا بالنسبة للمومنتم، احنا بنحكي بالمومنتم، المقصود بالمومنتم اللي هو الفلويد فلو يا جماعة. المومنتم من ماس المومنتم اوت بلس مومنتم ترانسفير باي اكسترنال فورس ايكوال تو مومنتم اكيوميليشن. طبعا يعني راح نحكي اكثر عن المومنتم لما نصل له، لانه بجوز هذا اقل وضوحا من غيره ماشي ماشي اوكي. طيب موضوع السيستم والباوندري اعتقد انه انتم يعني مفهوم بالنسبه لكم. دائما الباوندري هي تمثل حدود السيستم، يعني لاي سيستم لازم يكون في باوندري. لو بدنا ناخذ مثلا نعمل ماتيريال بالانس على التانك هذا اللي شفتوه، بدنا نحط له باوندري. الباوندري هي مش شيء فيزيكال، يعني مش محيط فيزيكال بهالسيستم. اي شيء داخل الباوندري اسمه السيستم، اي شيء خارج الباوندري اسمه السراوندنج، زي ما تعلمتوا بال يعني بالثيرمودينامكس. هلا اي شيء بدخل الباوندريز بدخل على السيستم. يعني احنا لما بدنا نحدد مثلا ماتيريال بالانس، اول شيء بنعمله بنحدد الباوندريز ماشي. وكل شيء داخل الباوندريز بكون السيستم اللي هو انا بعمل الماتيريال او الانرجي او ان جنرال الكونزرفيشن اكويجن تمام. طبعا الباوندري احنا عاده بنرمز له برمز زي ما انتم شايفين هون. الباوندري مش بالضروره دائما ناخذه للسيستم كامل، يعني ممكن اعمله باوندري مثلا لهي الجزء او لهذا الجزء مثلا او للهيتر اللي عندي او لكل له كله. هذا بيعتمد على انا ايش بدي احسب ماشي، بيعتمد على ايش بدي احسب. فاعتقد انه بالنسبه لموضوع الباوندريز والسيستم اعتقد انها من المواضيع اللي يعني فاميليار فيها، بس احنا بنحاول نعمل ريفيو. هلا في عندنا بس للتذكير كمان برضه هاي ريفيو، الفرق بين الايزوليتد closed and open system ماشي. لانه في عندنا isolated و insulated ماشي. الايزوليتد سيستم هو اي
سيستم ما بكون فيه مرور كروسينج للماتيريال او الانرجي. ماشي، ماتيريال او الانرجي. مثال عليه، مثال عليه الادياباتيك باتش رياكتر. لاحظوا الباتش رياكتر ما في شيء داخل عليه فيزيكال فلو ولا شيء طالع منه، نسميه باتش رياكتر. باتش يعني معناه يعني ما بتغير الماس جواته نفسها، باتش. ولما بكون ادياباتيك معناته معزول تماما من عن الانفايرومنت، وبالتالي تحقق فيه هذول الشرطين، انه ما في هيت ترانسفير، ما في انرجي ترانسفير، بلاش نقول هيت ترانسفير لانه يعني الانرجي اوسع من الهيت، ما في انرجي ترانسفير وما في ماس ترانسفير او ماس كروسنج. وبالتالي هون هذا بسميه isolated system. الانسوليتد سيستم ممكن يكون فيه فيزيكال فلو لل يعني ماس فلو الان او الاوت او الان والاوت اثنين، بس ما بكون فيه انرجي فلو. هذا بنسميه انسوليتد، معزول. ماشي، isolated معزول يعني بشكل كامل من ناحيه الانرجي من ناحيه الفلو. طيب على الكلوز سيستم، طبعا الكلوز سيستم اللي عاده ما بكون فيه فلو، تمام، فيزيكال فلو، امين يعني فيزيكال فلو المقصود فيه جريان لمائع او سائل او غيره او غاز، لكن فيه هيت ترانسفير. في ايش؟ هيت ترانسفير. فهذا الكلوز سيستم يعني بكون فيه فقط هي يعني بدناش نقول هيت ترانسفير، بكون فيه انرجي ترانسفير. الاوبن سيستم اللي هو بكون فيه بوث انرجي ماشي and material flow، تمام. مثال عليه CSTR continuous stirred tank reactor زي هذا اللي شايفينه هون، هذا بيمثل لي open system. فهو open من ناحية انه بسمح بالفلو الماتيريال فلو وبسمح بالانرجي فلو. لاحظوا الكلوز سيستم هو جايبين الايسوليتد سيستم والاوبن سيستم. الكلوز سيستم جايبين الايسوليتد سيستم والاوبن سيستم. طبعا في عندكم كمان راح يمر ترمينولوجي ثاني، مثلا الايزوثيرمال سيستم. ايش يعني ايزوثيرمال؟ ايزوثيرمال بيختلف عن كل هذا. ايوه، كونستانت تمبريتشر، بالتالي تمبريتشر داخل السيستم ما تتغير. في عندنا الايزوباريك سيستم، بريشر ثابت، تمام. ايزنتروبيك، انتروبي ثابته، تمام. فبالتالي في ترمينولوجي كثير، بس يعني غالبا هذول اللي بهمني يعني اكثر شيء هذول اللي هم الايزوليتد والكلوزد والاوبن. الايزوثيرمال راح تمر معنا بس يعني ما فيش شيء كثير نحكي عنها. طيب اذا هلا بالنسبه لمفهوم المودلنج، احنا ايش بنعمل بالمودلنج؟ لاحظوا في فرق دائما بين الموديل والاكزامبل. يعني احنا لما بنعمل موديل بنعمل موديل بشكل عام. يعني مثلا الموديل قانون الكوندكشن هيت ترانسفير، هذا موديل كوندكشن هيت ترانسفير موديل. ليش موديل؟ لانه في سيمبلز K في الاريا، يعني الQ كوندكشن يساوي الK ثيرمال كونستانت او الكوندكتيفيتي، ثيرمال كوندكتيفيتي مضروبه في الاريا في الدلتا تي اللي هو التمبريتشر ديفرنس. هذا موديل. هلا اذا جبت انا ارقام اعطيتكم قيم K و A والتمبريتشر ديفرنس بين الجهتين بصير فيه الكوندكشن، بصير هذا اكزامبل. فلاحظوا الموديل دائما بكون جنرال سيمبوليك. ماشي، عشان هيك الموديل ديفلوبمنت هو الجنرال كيس. يعني احنا ما بنحل مسائل سبيسيفيك، راح تشوفوا انه قليل جدا من المسائل فيها ارقام. يعني بس المسائل اللي بصير فيها الموديل تو كومبليكيتد بنستخدم ارقام مشان نبسط، وبكون بشكل جزئي. فدائما فكروا بالموديل هو معادله، الموديل هو معادلة وليس مثال. يعني الموديل ما بيعطيك رقم. الآن إذا أنا بدي أجيب specific case من الموديل وأعطي أرقام بصير هاي special case، بس هذا مش الموديل، بصير اسمه example على الموديل. تمام يا جماعة؟ طيب هلا كيف إحنا يعني كيف تصورنا للمودلين؟ كيف راح نعمل النموذج أو الموديل لأي سيستم؟ أول إشي بدنا نفكر فيه إنه نبدأ من تطبيق الـ conservation equation. So models always start by application of a conservation equation. هل الـ conservation equation قلنا في عندنا الماتيريال، في عندنا الانرجي، في عندنا المومنتم.
وفي معادلات ثانية طبعاً مساند إليها زي ما قلنا الأيديال غاز لو مثلاً حسب المثال. هلا إيش بحدد أنا أي معادلة أستخدم؟ يعني إذا كان مثلاً السؤال زي السؤال اللي حكينا عنه الهيد التانك بهمني مثلاً تيمبريتشر أوت، تيمبريتشر اللي بتطلع من التانك، إذا أنا بهمني هون الإنيرجي بالانس. سبيسيفيك كيسز بجوز أحتاج كمان الماتيريال بالانس، تمام؟ هلا إذا السؤال بيسألني أكثر عن مثلاً قديش بيرتفع الفلو، قديش الزمن لازم مثلا مشان نفرغ التانك، بركز اكثر على الماتيريال بالانس، واضح؟ فبالتالي انا صيغه السؤال او المطلوب من السؤال بشكل رئيسي هو اللي بحدد عندي اي كونزرفيشن ايكويشن استخدم، ماشي؟ على الخطوه الثانيه بدي احدد الباوندري، الباوندري للسيستم، يعني ايش الانبوت والاوت. بتلاحظوا هسه اي غرفه، اي غرفه ما لها ابواب شبابيك ما لها باوندري، تمام؟ إلى أربع حيطان وسقف وأرضية، هاي الباوندري، ماشي؟ الإنلت والأوتلت بصير عن طريق الباب والشباك، تمام؟ هذول الإنلت والأوتلت. بس إذا ما إلها شبابيك يعني كيف عرفت إنها هاي؟ قديش كيف بدي أعرف مساحتها؟ وهون نفس الإشي إحنا بنحكي عن أي سيستم لازم يكون له باوندري. الباوندري مش دائما بكون موجود لأنه الباوندري هو قلنا مش فيزيكال انفلوب، هو يعني إيماجينري انفلوب، إشي وهمي، ماشي؟ باخذه أنا للسيستم اللي عندي أو لجزء من السيستم، تمام؟ للسيستم أو لجزء من السيستم. طيب إذا boundaries are arbitrarily chosen to serve model construction، يعني أنا ممكن أخذ boundary أو أكثر، الهدف إنه أنا لما بدي أعمل material balance limit ما راح أعملها بالopen space، بدي أعملها للسيستم. We can only apply conservation equation to a uniform system. هلا طبعا uniform و non-uniform system هذول راح نحكي عنهم اكثر. انا حكيت لكم في فرق بين ستيدي ويونيفورم. ستيدي ويونيفورم، ستيدي دائما مرتبطه بالتغير مع التايم، اذا ما بتغيرش مع التايم بنسميها ستيدي، اذا ما بتتغير مع التايم يعني الفيزيكال كوانتيتي مثلا تمبريتشر بتغير مع التايم بصير اسمها ان ستيدي، ما بتغيرش بصير اسمها ام سوري انا اجين تتغير مع التايم تكون ان ستيدي، ما تتغيرش مع التايم تكون ستيدي. هلا اذا كانت تتغير باللوكيشن، يعني كيف تتغير باللوكيشن؟ انتم فكروا مثلا البايب، البايب فيه فلو، تمام؟ بعدين البايب تدريجيا قطره بقل، شو بصير للفلو؟ لانه الكيو ثابت، شو بصير للسرعه؟ بتزيد، يعني لما بقل القطر حسب الكونتينيوتي ايكويشن بتزيد السرعه. هلا هون السرعه زادت كماجنتيود او تغيرت مع اللوكيشن من مكان لمكان، هذا اللي بنسميه نون يونيفورم فلو، ماشي؟ وهذا طبعا له تطبيقات مهمه، بس ما بنحكي شيء عن التايم. التايم شيء ثاني. هلا ممكن يكون السيستم ان ستيدي ونون يونيفورم، يس بوسيبل، ماشي؟ وهي هون بتيجي البارشل ديفرنشال ايكويشنز، لانه بصير في عندنا زي مثلا الهيت ايكويشن ان تو دايمنشنز او ثري دايمنشنز، او حتى الهيت ايكويشن ان وان دايمنشن، الانستيدي ستيت بكون فيها اللوكيشن اكس فاريبل اندبندنت فاريبل، وبكون فيها التايم از اندبندنت فاريبل، تطلع عندنا بارشل ديفرنشال ايكويشن، ماشي؟ ولا هي ان شاء الله راح نصل لها ليتر. طيب هلا موضوع الموديل كومبلكسيتي، طبعا هذا من المواضيع الشائكه، الموديل كومبلكسيتي. ايش المقصود بالموديل كومبلكسيتي؟ هو درجه التعقيد او السوفستيكيشن بالموديل. ولاحظوا كلمه كومبلكسيتي ما تفهموها بالمعنى السلبي، يعني شو انه معقد ما بنحلها. احنا في عندنا دائما كومبرومايز بين الكومبلكسيتي والسمبلسيتي، يعني احنا بدنا شيء سمبل صحيح، بس ليش السمبل؟ يعني الموديل لما يكون تو سمبل هو بكون يعني موديل تقريبي وبعطينا نتائج بعيده عن الواقع، فهذا ما بنفعني. هلا اذا كان very complex او very complicated او sophisticated model بصير المشكله التعامل معه خاصه بالحل غير ممكن، ماشي؟ فاحنا الموديل كومبلكسيتي دائما بدنا نعمل زي كومبرومايز، حل وسط بين انه الموديل يكون too complex ويكون كمان too simple. اذا كان too simple مش كويس، بيعطيناش شيء مفيد، واذا كان too complex ما بنقدرش نحله. وبالتالي احنا بنحاول دائما بالموديل we tend to simplify عن طريق الاسامبشنز، عن طريق الاسامبشنز to simplify الموديل as much as possible، وبنبدا من simple model وبعدين بنصير نعقد فيه تدريجيا على بين ما نصل لمرحله انه يصير الموديل عندنا
كافي to indicate أو to يعني خلينا نقول describe the physical system. تمام؟ هلا خلينا نأخذ بالنسبة للheated tank مرة ثانية اللي عندنا هون. ماشي. فكرة الموديل complexity. فكرة الموديل complexity. تمام؟ هلا لو بدنا نيجي نعمل موديل للتانك هذا، احنا طبعا interested بإيش بشكل رئيسي؟ يعني هسا جيزر البيت، أنا بدي أسألكم جيزر البيت، عندكم جيزر بتعرفوا الجيزر، إيش اللي بهمكم فيه بشكل رئيسي؟ يعني إيش البراء؟ طبعا احنا في عندنا دائما input parameters وفي output parameters اللي بنتحكم فيه احنا دائما الانبوت، يعني الفلوريت اللي داخل على التانك هذا على الجيزر أنا بتحكم فيه، درجة الحرارة أنا بتحكم فيها، هذولا بنسميهم operating parameters اللي هم بكونوا input. لدرجة الحرارة اللي طالعة يعني صحي بتتبع لأنه قديش أنا يعني قديش مثلاً الكباسيتي للهيتينج يونت اللي عندي، وبتعتمد قديش الفلوريت قديش حجم التانك إلى آخره. بس أنا البرامتر اللي بكون انترستد فيه اللي هو الأوتبوت برامتر بحالة التانك اللي هو التي 2. تمام؟ يعني التمبريتشر اللي طالعة هون هاي اسمها تي 2، هاي بالنسبة لي البرامتر اللي بهمني بشكل رئيسي. ماشي؟ هذا بكون إيش؟ عندي ديزاين برامتر أو اللي هو بنسميه الأوتبوت برامتر. طبعاً أنا بدي التي 2 زي يعني بدي إياها مثلاً عالية، بدي إياها منخفضة، بدي إياها إلى آخره. أنا بغير بالإنبوت بارامترز اللي هي الأوبريتنج بارامترز، ماشي، مشان أطلع الأوتبوت بارامتر زي ما بدي. ماشي. فالبارامترز اللي بدي أطلع عليها ماشي، البارامترز اللي بدي أطلع عليها اللي هي أول إشي يعني مشان أنا أقدر أحل الموديل. يعني لو بديت مثلاً شوفوا هذا الموديل عندكم، تمام، خلينا نرجع الكيس الأصلية. لاحظوا هنا في عندنا input وفي output، طبعا في flow input في flow output. هلا الفلو هذا الـ Q1 could be different from Q2، وبالتالي صار عندي unsteady state flow. تمام؟ بالنسبة للسطح تاعه هذا، هلا ideally بقدر أفرض إنه معزول، يعني ما في heat loss من الجدران. هل هذا الكلام واقعي؟ probably not، حسب ما هو إذا في عندنا عزل كويس بكون الهيت لوس نون سيجنيفيكانت. طيب شغلة ثالثة evaporation، هل بصير في evaporation من السطح هون؟ ideally speaking طبعا بده يكون في evaporation. هل الevaporation هذا سيجنيفيكانت؟ بيعتمد على درجة الحرارة اللي جوا عندنا هون. طبعا بتعرفوا الevaporation مثلا للمية لا يعني احنا بنعرف انه الevaporation ما بصير على درجة حرارة 100، هو بكون significant على درجة حرارة 100 بس ببلش قبل هيك بكثير، على درجة حرارة 40 ببلش الإيفابوريشن. وبتقدروا تتطلعوا وتشوفوا انتوا لما مثلا بدكم تعملوا القهوة مثلا، تسخنوا القهوة مثلا، تسخنوا البكرج المي، تشوفوا انه الإيفابوريشن ببلش way before البويلينج. هلا البويلينج بصير على 100 تمام، بس قبل هيك ببلش الإيفابوريشن. فأنا بتوقع انه في عندي إيفابوريشن ممكن يكون significant ممكن يكون لا. تمام؟ اللي هون مثلا بالنسبه للهيتر ماشي، الكيو اتش هاي الفلوريت بالضروره دائما تكون ثابته؟ لا، يعني ممكن انا مثلا بدي التسخين يصير اسرع فبزيد الفلوريت للهيتنج اليمنت. تمام؟ اذا كانت مقاومه بحطها مثلا على يعني على باور اعلى، اذا كانت مقاومه كهربائيه قصدي. هلا تي اتش نفس الشيء، درجه الحراره ممكن انا ازيد درجه الحراره مشان ارفع عمليه الهيتنج اخليها اسرع. تمام؟ فهي لاحظوا كلياتها بارامترز بتدخل بتزيد بالكومبلكسيتي للموديل. هلا لو بدي افترض انه في ايفابوريشن وفي هيت لوس وان ستيدي فلو وان ستيدي هيت ترانسفير والكيو اتش هاي متغيره والتي اتش متغيره، واجي اعمل لهم موديل، برايكو راح يكون ممكن اعمل الموديل هذا؟ امبوسيبل، لانه راح يطلع عندنا تو كومبليكيتد، وحتى لو قدرت اعمل الموديل ما راح اقدر احله. فاحنا شو الابروتش بنعمل عاده بالموديلنج؟ وهذا مفهوم الموديل كومبلكسيتي. بفترض بالبدايه مثلا انه هاي الكيو اتش ثابته، التي اتش ثابته، الكيو 1 ثابته، تي 1 ثابته، تمام، ما في ايفابوريشن يعني نيجليجبل قصدي مش ما في هيت لوس. اذا اللي بتغير عندي فقط اللي هي التي 2، المتغير الوحيد تي 2، كل الاشياء الثانيه بعتبرها كونستانت او نيجليجبل. فهون بتيجي فكره انه انا الطريقه الصح هاو تو بيلد ذا موديل ان ذا رايت واي. ماشي. فببدأ بالإشي البسيط
وبتدرج بالكومبلكسيتي بشكل متدرج. فإحنا مشان الكونسبت هذا نفهمه صح، المثال هذا اللي هو يعني بالنسبة لنا تطبيق هذا يعني مهم جدا، اللي هو الهيت التانك أو طبعا الكول تانك، تعرفوا يعني إحنا مثلا بالرياكترز بالتانكس بشكل عام بالميكسينج تانكس كل إشي نستخدم الهيت التانك أو الكول تانك ماشي. فراح نبدأ فيه ونبلش يعني نعمل إحنا بنسميه ريلاكسيشن للأسامشن. يعني بالبداية مثلا نفترض إنه السيستم ستيدي ستيت الليكويد انسايد التانك والميكست، وبالتالي ما في تغير بالبروبرتيز تبعت الليكويد من نقطه لنقطه، يعني درجه الحراره فيه كلياتها ثابته، الدنسيتي ثابته، السبيسيفيك هيت ثابته، كل شيء ثابت. وهذا طبعا كمان ابروكسيميشن. The heat loss to the surrounding air is negligible. This is another assumption بسهل لنا الموديل بيلدينج. The evaporation from the liquid surface is negligible. The heating fluid has a uniform temperature of TH. برضو هذا another approximation. The properties of the fluid are constant and does not depend on the temperature. طبعا هذا another simplification. يعني طبعا بتعرفوا temperature بتأثر مثلا بالspecific heat. Specific heat مهمة بالmaterial balance. Temperature بتأثر بمين كمان؟ بتأثر بالdensity. يعني بنعرف للسوائل لما نرفع temperature شو بصير للdensity؟ بتقل. وبالتالي هذا بيأثر عندي بالflow. تمام، سهولة الفلو بتأثر. تمام، في عندنا مثلا بروبرتي ثانية الفيسكوسيتي اللزوجة، شو بصير للفيسكوسيتي لما نرفع الحرارة؟ برضو بتقل. هاي برضو مهمة لأنه أنا عادة عملية البامبينج بتصير عن طريق بام، فبدي أفهم البروبرتيز هاي كلياتها كيف بتتغير. هلأ الفكرة هون مرة ثانية لو بدي أحط كل هاي يعني هذول أفترضهم كلياتهم إنه أول إشي unsteady state ماشي، الليكويد not well mixed, الهيت loss to the surrounding is not negligible, الإيفابوريشن not negligible, الهيتنج has non-uniform temperature, الهيتنج element أو الهيتنج process, والبروبرتيز are variable with temperature. راح يطلع عندنا الموديل too complicated. حتى لو قدرت أنا أعمله الموديل أبنيه ما راح أقدر أحله لا analytically ولا numerically. فشو استفدت من هالموديل أنا؟ تمام، إذا خلينا نشوف هلأ based on this how to deal with this problem. نبدأ من أول assumption، يعني أول موديل بدي أعمله أنا يا جماعة اللي هو based on the system، يعني على كل هذولا يعني كل assumptions هذولا من واحد لستة أفترضهم valid ماشي، أفترضهم valid. وهلأ كونه أنا بهمني طبعا الموديل طالب مني هون، يعني أنا بدي أحسب التيتو اللي بتهمني التيتو اللي طالعة إنه، راح اروح مباشره على مين؟ على الانرجي بالانس. تمام، لانه مطلوب مني التيتو، يعني بالموديل انا بهمني قلنا التيتو. فبالانرجي بالانس بكل بساطه بنحط الانرجي بالانس الجنرال فورم، دائما بنبدا بالجنرال فورم. تمام، هلا انا راح ارجع على الماتيريال بالانس بس تحملوني شوي ليش بدنا نبدا بالانرجي بالانس ماشي. الانرجي ان ماينس الانرجي اوت بلس انرجي جنريشن يساوي انرجي اكيوميليشن. إذا نروح على كل تيرن one by one. هلا الريت اوف انرجي ان هاي، هل هاي نيجليجبل؟ هذا السيستم عندي شايفينه، خليني ارسمه هون احسن احنا مشان ما نضلناش نطلع كل شوي نشتتكم. هاي التانك ITH وQH. طبعا احنا بس بالنسبة للTH والQH مشان التوضيح يا جماعة، هلا انتو الجيزر اللي عندكم بالبيت بيشتغل على الكهرباء معظم الحالات، هلا بالمصانع يعني بالمصري اي شغلة الكهرباء ما بتوفي معهم، فبيستخدموا اكثر اللي هي البيرنر زي البويلر تبع التدفئة المركزية. تمام، فبيستخدموا الستيم، بيستخدموا الستيم بس مشان التوضيح لانه هون. تمام، وطبعا هاي اشارة المروحة دائما الخلاط معناه انه السيستم ويل ميكست ماشي. وهي عندنا هون تي 1 تي 2. خلينا نروح على اول assumption. اول assumption اللي هو بقول steady state flow ماشي، the system is steady state. اذا بدي
مباشرة أعرف منها الـ Q1 يساوي الـ Q2 أو الـ M.N يساوي الـ M.Out. تمام؟ عشان هيك إحنا الماتيريال بالانس ما حطيناها لأن ما بتفيدني أي بأي معلومة. شو صار عندي أنا؟ M.N هاي اللي داخلي، Q في رو ماشي، الـ Q ثابتة والرو ثابتة، إذا الـ M.N يساوي الـ M.Out ما بتضيف لي أي معلومة، فما رحت أنا على الماتيريال بالانس. أوكي؟ ما فادتني شيء إشي هنا. تمام؟ نيجي على الاسامبشن الثاني، the liquid inside the tank is well mixed. هاي well mixed هاي مفهومة ماشي، well mixed معناته البروبرتيز كلها ثابتة. طيب the heat loss to the surrounding is negligible. تمام؟ إذا لاحظوا هون هاي أثرت على الترم اللي عندي هون، ما في heat loss to the surrounding ماشي. the evaporation from the liquid surface is negligible ماشي. إذا هذا نرجع على الماتيريال بالانس، ما كان في عندنا انرجي لوس يعني هون، ما في عندنا او ماس لوس هون اعتبرناها غير موجوده، والانرجي لوس كيو هاي اعتبرناها غير موجوده. تمام؟ طيب the heating fluid has a uniform temperature of TH. هلا TH هاي اللي داخل عندنا هو افترضها ثابته، واقعيا شو بصير يا جماعه لو درجه الحراره اللي دخلت مثلا نفترض 150 سيلسيوس ماشي، هل بتتوقعوا بس تطلع من الجهه الثانيه من هون، يعني بتدخل من هون بتسخن المي اللي جوا هون او الفلويد بشكل عام وبتطلع من الجهه الثانيه، واقعيا هل ممكن